القانون الثالث لنيوتن، وهو بعنوان الفعل ورد الفعل. وطبعا ده أشهر قانون، يعني ده القانون المشهور. قانون ما هو يصف لنا؟ يصف لنا إيه القانون الثاني لنيوتن؟ يصف لنا ما يحدث عندما يؤثر جسم بقوة في جسم آخر. يصف لنا قانون نيوتن الثالث ما يحدث عندما يؤثر جسم بقوة في جسم آخر. طب نص القانون الثالث، إذا أثر جسم بقوة في جسم آخر فإن الجسم الثاني يؤثر في الجسم الأول بقوة مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه. إذا اعتبرت هذا النص كبير، ولو قلت رد الفعل وردة الفعل قوتان متساويتان في المقدار ومتضادتان في الاتجاه، أيضا هذا النص ممتاز وصحيح 100%. مثال على قانون نيوتن الثالث، كلنا طبعا بنستعمل رافعة السيارة. ما هو قانون نيوتن الثالث؟ الفعل ورد الفعل. ما هو الفعل؟ السيارة، وزن السيارة لأسفل مرتبطة بالجاذبية الأرضية، قوة تؤثر بها السيارة في الرافعة. هذا جسم هو لي السيارة تؤثر في الرافعة. الجسم الثاني أو الآخر وهي الرافعة تؤثر أيضا في السيارة. يبقى إذا أثر جسم بقوة في جسم آخر فإن الجسم الآخر يؤثر في الجسم الأول بنفس القوة، ولكن متساويتان في المقدار ولكن متعاكستان في الاتجاه. مثال قانون نيوتن الثالث. عربة الألعاب طبعا هنا بتكون في مدينة الألعاب، طبعا في تصادم، هذا الجزء بيكون مطاطي وبنفرح لما بنركب الدراجة. هذه العربة، آسف، العربة طبعا عربة السباق أو في مدينة الألعاب. هذه قوة، الجسم الأول قوة ويؤثر في الجسم الثاني وهي القوة الثانية، فينطبق قانون نيوتن الثالث على أن إذا أثر جسم في جسم آخر بقوة تكون القوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه. يبقى الفعل ورد الفعل قوتان لا تلغي إحداهما الأخرى، لأن القوة التي يؤثر بها جسمان كل منهما في الآخر كثيرا ما يطلق عليهما اسم أزواج الفعل ورد الفعل، ولازم تفرق تعرف فين الفعل وفين رد الفعل. هنا سؤال علل يأتي لك وانتبه حتى تعلم الإجابة. بما أن قوة الفعل مساوية لقوة رد الفعل في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه، إلا أنه في الواقع لا تلغي إحداهما الأخرى. هذا في الكتاب عندك. ثاني، بما أن قوة الفعل مساوية لقوة رد الفعل في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه، إلا أنه في الواقع لا تلغي إحداهما الأخرى. إجابة هذا السؤال أبناء الطلاب هي لأن كل منهما تؤثر في جسم مختلف عن الآخر، لأن كل منهما تؤثر في جسم مختلف عن الآخر. كما ذكرنا أمثلة لقانون نيوتن الثاني، أيضا هنا أمثلة على قانون نيوتن الثالث في حياتنا اليومية. دفع السباح برجليه حائط المسبح، وهذه صورة ستراها الآن. السباح، يبقى رجل السباح هذا الفعل. طيب جدار المسبح هو رد الفعل، دفع السباح برجله حائط المسبح. تحريك الطائر بجناحيه إلى الخلف وإلى أسفل، تحريك الطائر أيضا فعل ورد الفعل، يرتفع لأعلى. المشي بقدميك على الأرض، أنت الفعل، الأرض هي رد الفعل. حركة الصاروخ واندفاع لأعلى أيضا ينطبق عليه قانون نيوتن الثالث، الفعل ورد الفعل. يبقى الصاروخ بيرتفع لأعلى، طبعا نعلم أن الصاروخ بينطلق على بينطلق لأعلى ضد الجاذبية الأرضية. هذه الفعل ورد الفعل. رجل السباح هنا بتكون عكس رد الفعل وهو جدار المسبح. واضح؟ الصورة أمامكم، ينطبق قانون نيوتن الثالث عليه. طبعا هنا صورة تشمل أنواع الرياضات التي يعني بينطبق عليها قانون نيوتن الأول والثاني والثالث.
اجمالا قانون نيوتن الاول في لا يتحرك الغطاس بسرعه ثابته في خط مستقيم، وذلك بسبب قوه الجاذبيه الارضيه. قانون نيوتن الثاني بمجرد ان يضرب المضرب الجلف يؤثر فيها بقوه فيكون في اتجاه تلك القوه الجسم، وهذا مثال قانون نيوتن الثاني. ان التسارع بتساوي القوه المحصله قسمه الكتله، بيضربها بقوه والكره بتتحرك بنفس القوه. اذا ضربتها بقوه صغيره تتحرك على قد مقدار القوه، واذا ضربتها بقوه طبعا ايضا تجد انها تتسارع بسرعه كبيره. القانون الثالث لنيوتن في لعبه الجمباز جهاز المتوازي الارض هذه، يطبق القانون الثالث لنيوتن على الاجسام حتى وان لم تتحرك. طيب انتبه عزيزي الطالب، هل تستطيع تحديد الفعل ورد الفعل؟ اترك لك هذا السؤال، هل تستطيع الفعل؟ اين الفعل؟ اين الفعل؟ يد ايه؟ يد اللاعب. الفعل التي تؤثر اهو، هذا جسم تؤثر على الجسم الاخر وهو جهاز المتوازي، هذه تؤثر ايضا لاعلى، يد اللاعب لاسفل والمتوازي بيأثر فيه لاعلى، فنجد ان المتوازي لا يتحرك، ولكن هنا في قوتان متساويتان في المقدار متضادتان في الاتجاه، وبالتالي يكون قانون نيوتن الثالث بينطبق عليه. التغير في الحركة يعتمد على الكتلة. خير مثال على ذلك عندما تمشي إلى الأمام على سطح الأرض. كتلة الأرض كبيرة جدا بالمقارنة بكتلتك. لذا فعندما تدفع الأرض بقدمك فإن تسارعها يكون صغيرا جدا. هذا التسارع من الصغر بحيث لا يمكن ملاحظة التغير في حركة الأرض في أثناء السير. الذي يسير على الأرض تضغط برجلك على الفعل والأرض بتؤثر فيك لأعلى، هذه ردة الفعل. مثال إطلاق الصواريخ، إن عملية إطلاق مقوق الفضاء مثال واضح على القانون الثالث لنيوتن. والتفسير، حيث تولد محركات الصاروخ الثلاثة القوة التي يطلق عليها اسم قوة الدفع، وهي التي تعمل على انطلاق الصاروخ ورفعه، فإن قوة الدفع إلى أسفل هي قوة الفعل. أما قوة رد الفعل فهي دفع جزيئات الغاز لمحرك الصاروخ إلى أعلى، وقوة الدفع هذه هي التي تعمل على انطلاق الصاروخ لأعلى. واضح في الصورة؟ انطلاق الصاروخ لأعلى، الغازات لأسفل، الفعل وردة الفعل. يطلق عليها اسم قوة الدفع. عندما يشتعل الوقود بالغاز بيجد انه في جدران المحرك الداخلي فتؤثر فيه بقوه تدفعها الى اسفل فنجد انها تتحرك. هذا الوقود، هذا الخزان، هذه جزيئات الغاز هي تنطلق لاسفل من هذا المكان المفتوح وبالتالي تسقط لاسفل فبتعمل على دفع الصاروخ لاعلى. هذا ملخص امامك القانون الثالث لنيوتن لكل فعل ردة فعل، تساويه في المقدار وتعاكسه في الاتجاه. وايضا الفعل ورد الفعل قوتان لا تلغيان بعضهما لانهما ايه؟ تؤثران في جسم مختلف. الكتاب يؤثر في الطاولة. الكتاب، الصندوق هذا او الصندوق، قوة الصندوق في السطح هنا الفعل، رد الفعل قوة السطح في الصندوق لأعلى، في لأسفل وفي لأعلى. البالون كلنا طبعا نعلم، لو ملأنا البالون هواء وأمسكناه من طرفه ثم سمحنا للهواء بأن يخرج نجد أنه ليخرج مندفع بقوة، يبقى هنا الفعل. رد الفعل نجد أن جسم البالون ينطلق بعيدا عنك وتسمع صوتا مميزا. في انعدام الوزن في حالة وأنت في المصعد، لو المصعد متوقف أو المصعد متحرك. أولا في حالة كون المصعد متوقف، لو وقفت على ميزان في مصعد
وهو متوقف، فإن الميزان يعطي مؤشر الوزن الحقيقي للشخص الذي يقف عليه. الوزن الظاهري يساوي الوزن الحقيقي، لأن الوزن الظاهري هو عبارة عن إيه؟ كتلة هذا الشخص في تسارع الجاذبية الأرضية لأسفل، الفعل وقوة رد الفعل. أما في حالة كون المصعد يتحرك وأنت تقف على الميزان، فإن الميزان لا يعطي قراءة حقيقية. انتبه لهذا جيدا. قياس الوزن، فكر في الطريقة التي تقيس بها وزنك، عندما تقف على الميزان تؤثر فيه بقوة فيتحرك مؤشر الميزان ليبين وزنك. وفي الوقت نفسه ومن خلال القانون الثالث لنيوتن يؤثر الميزان في جسمك بقوة نحو الأعلى مساوية لوزنك كما في الشكل 19، وهذه القوة توازن قوة الجاذبية المؤثرة فيك نحو الأسفل. كل الكلام ده القانون الثالث لنيوتن، الفعل ورد الفعل، الجاذبية تؤثر فيك لأسفل ثم الميزان يؤثر طبعا يعمل لأعلى. رواد الفضاء يتدربون في مكان مفرغ، ونجد أنهم أجسامهم بتكون طبعا خفيفة جدا حتى يستطيعوا أن يتعاملوا داخل المكوك الفضاء. هذه خريطة مفاهيم في نهاية الفصل لأبناء الطلاب، قوانين تبين قوانين نيوتن في الحركة. قانون نيوتن الأول، الجسم الساكن يبقى ساكنا حتى تؤثر فيه قوة. طيب الجسم، القانون نيوتن الثاني، القوة هي عبارة عن كتلة في التسارع. طب لو قلنا التسارع، يبقى التسارع يبقى القوة قسمة الكتلة. القانون الثالث لنيوتن، لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. الصاروخ هنا الجسم الذي يندفع، الجسم الساكن ما يتحرك حتى تؤثر فيه قوة. وصلنا إلى مراجعة الفصل. مراجعة الفصل، انظر جيدا، اختر الكلمة أو الجملة المناسبة لكل سؤال. ما الذي يتغير عندما تؤثر قوة غير متزنة في جسم؟ ما الذي يتغير هنا؟ ما الذي يتغير؟ الحركة. نعم، إجابة صحيحة، الحركة التي تتغير. السؤال 12، أي مما يأتي يبطئ انزلاق كتاب على سطح طاولة؟ يبطئ انزلاق، شوف هنا كتب لك انزلاق، يبطئ مش يمنع، يبقى الاحتكاك الانزلاقي، الاحتكاك الانزلاقي. السؤال اللي بعده 13، إذا كنت راكبا دراجة ففي أحد الحالات الآتية تكون القوة المؤثرة في الدراجة متزنة. عندما تتسارع الدراجة، عندما تنعطف بسرعة مقدارها ثابت، عندما تتباطأ الدراجة، عندما تتحرك بسرعة ثابتة. هنا تتسارع معناها تزداد وتنقص، عندما تنعطف يعني معناها تدور في تغير اتجاهها، عندما تتباطأ الدراجة تتباطأ يعني تتناقص فقط. فالإجابة هنا عند طبعا عشان تكون في الدراجة متزنة، عندما يبقى الإجابة رقم د، عندما تكون، عندما تتحرك بسرعة ثابتة. سؤال 14، انظر للشكل الذي أمامك. إذا قام طالبان بدفع الصندوق من اليسار لليمين، من اليسار هنا إلى اليمين، من يسارك لليمين، هنا طالبان 5 نيوتن، الطالب 5 نيوتن وفي طالب تاني 10 نيوتن، يبقى طبعا بنجمعهم مع بعض لأن لما يكونوا في اتجاه واحد نجمعهم. طيب وطالب آخر، في حين دفع طالب واحد من اليمين، هذا الطالب قوته 20 نيوتن وهنا 15، اخد الفرق بينهم بقى هنا، فبأي اتجاه يتحرك الصندوق؟ الصندوق يتحرك في أي اتجاه؟ هل يتحرك لأعلى؟ هل يتحرك لليسار؟ هل يتحرك إلى الأسفل؟ ولا يتحرك إلى اليمين؟ انتظر إجابتك. من الذي يشترك معي ويتفاعل؟ فكر في السؤال جيدا. واضح أمامك أن 15 هنا أقل من إيه؟ من 20، يبقى تحرك من الإيه؟ من اليمين إلى اليسار، صح، يبقى كلمة إلى اليسار، يبقى باء الإجابة هنا إلى اليسار. السؤال 15، أي مما يلي يمثل وحدة النيوتن؟
وحده النيوتن تمثل ايه هنا؟ هل متر على الثانيه تربيع ولا كيلو جرام في المتر على الثانيه تربيع ولا كيلو جرام في المتر على الثانيه ولا كيلو جرام قسمه المتر؟ النيوتن، النيوتن دي عباره عن ايه؟ القوه. طبعا الكتله فين؟ الكتله في التسارع، اهي ادي الكتله كيلو جرام، في علامه نقطه هنا يبقى في متر على الثانيه اللي هي وحده قياس ايه هنا ايه؟ يبقى كيلو جرام في المتر على الثانيه تربيع، اسف هنا باء كيلو جرام في المتر على الثانيه تربيع، يبقى هنا ادي الكتله مضروبه في التسارع، تسارع متر على الثانيه تربيع، اما هنا السرعه يعني متر على الثانيه اللي هي السرعه، اما هنا تسارع يبقى النيوتن، يبقى ناخد اجابه باء، اجابه باء اجابه صحيحه. رقم 16، اي مما ياتي دفع او سحب؟ دفع او سحب؟ هذا سؤال سهل كلنا نعلمه، نعم هي القوه، اجابه صحيحه. رقم 17، في اي اتجاه تسارع جسم تؤثر فيه قوه محصله؟ هل في اتجاه يميل بزاويه على اتجاه القوه ولا في اتجاه القوه ولا في اتجاه يعاكس اتجاه القوه ولا كل ما ذكر صحيح؟ طيب ايضا يبقى نعم يكون الاجابه في اتجاه القوه، يتسارع الجسم في اتجاه القوه، هذه الاجابات. وهنا نصل الى نهايه هذا الدرس والاسئله واجابتها، وكان معكم الاستاذ سيد صلاح معلم العلوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.